عدنا يا عيال، عدنا بعد ايش؟ بعد ما رحنا وصدنا في كذا شيء اتوقع اني فهمته في اللعبه دي. اول شيء ليش ما اقدر اطلب اللحم والاشياء هذه من الطباخ زي ما قدرت اطلب الخبز؟ مو الخبز، مكونات الخبز. ليه؟ اتوقع لازم نسوي مهمات اول. خلينا نكلمه ونشوف هل في مهمات ولا لا. والله ما في مهمات. اوه ابل باي هذه جديده، 3 تفاحات تحتاج. اوه والله اعطانا اشياء جديده، سبايدر ليك. نقدر نطبخ سبايدر ليك يا عيال، خلينا نجربه. عطنا 6 والابل باي نجربه بس مو الحين. خلاص فكرتي غلط، طلعت زبده ما علينا. مشينا لما البلاك سميث، حلو هذا البلاك سميث زين. الحلقه الماضيه انا كلمت هذا الرجال جنبه وطلع لي انه يصيد الظاهر، فبشوف هل اقدر ارسل مهمات او شيء. جو هانتنج ما اقدر. اوه اقدر اخليه يروح يصيد دي ذياب. طيب خلينا نقول ايتمز نيد تو فايند ذا سكريتش. اوكي يبغى مني لحم روميت وولف هايد، اعطيته. اوكي القتله الواحده راح تكلفني 67 قرش عشان يجيب لي يقتل لي الولف، سعر اللحم تقريبا، لكن في احتمال انه يجيب لي لحم ويجيب لي هايد، هذا احلى شيء، وراح يكلفني 16 ثانيه. خلينا نقول راح يجيب لي 10 قتلات 670، بياخذ دقيقتين و40 ثانيه، مو مشكله روح. يا عيني يا عيني بيجيب لي هنا، حلو حلو حلو. على هذا عنده مهمات، يقول ابغاك تسوي ليذر تشيست وليذر كول والاشياء بالليذر الزبده هذه من الذيب. فانا الحين رسلت هذاك الصياد يجيب لي اللي قتل الذياب، ان شاء الله لما يرجع راح اقول له كرافت واسوي الليذر تشيست والليذر مدري ايش. انا ظاهر ما عندي الليذر الان، ما عندي هايد، اعطيته الحين للصياد عشان يروح يصيد. لما يرجع راح نقدر ان شاء الله نسوي هذا ونخلص المهمه. على ما يجي او على ما يخلص هذا انا ابغى اروح ديستنيشن ست. اوكي بالغلط. طيب ابغى الحين يا عيال على ما يخلص شغلته ابي اروح عند سبايدرز هذول. في هنا قدامي وفي وولف بعد، المشكله الولف بثر، انا ما ابغى الولف تدروني. يلا حلو حلو، عطنا الهايد، ما عطيتنا اللحم، وين انت؟ اوكي اعطانا بس هايد. طيب في سبايدرز قدام، المفروض انا ابغى سبايدرز، لازم عندي مهمه الحين تقول كل 5 سبايدرز وسملت 10 ايرون. الظاهر قاعد يسوي لي سملت هو للايرون هناك، المفروض الحلقه الماضيه نهايتها اعطيته يسوي لي سملت اللي هو يصهرها يعني، فنشوف. طب سبايدر شو وضعه؟ اوه في 2، وجع وجع وجع، كل 2 الحقوني. هذا قوي يا عيال. اوكي هو مو قوي، انا احاول. ايزي يا عيال ايزي يا عيال، عطني عطني عطني. اعطاني سبايدر سلك، الظاهر هذا اقدر اسوي فيه ملابس بعدين، ممكن ما ادري. اوكي تعال يا اخي، اللي تو اعطاني سلك ما عاد صار يعطيني سلك، ايش فيه؟ المهم المهم الكومبات صار عندنا ليفل 1 الظاهر او شيء زي كذا، او ليفل 6 والله ما ادري. زبد ان زودنا الكومبات، حلو ان شاء الله يصير احسن. لازم اشتري دروع الحلقه دي، لازم اشتري دروع، واذا مداني اشتري سيف ولا شيء كذا اذبح فيه احسن، او بو اقوى من ذا. وش ذا المكان ذا؟ هذا كان حق حراسه، اول ديفنس تاور. اي والله برج قديم. احا افا يا داني يا قلبي عليك، عمري في فاس مناشف فراسه. اوكي ما عنده اي فائده. اوكي والله برج ما له مداعي. ايوه خلاص المهمه، حلو عطنا السلك. خلينا نذبح ذا الذيب على طريقنا. اوه اقدر اركض على ورا، والله انك تخسر جيب من الزبده. تعال تعال عطني الهايد. مشينا الحين اقدر اسوي واحده من الليذر، عندي 2 هايد الحين. اوه ذا جاب الطربيه او ذبح لي، جاب لي 3 هايد و700. حلو حلو والله ما قصرت. تعال 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 تعال، الحين صار عندي 5 هايد. اسمع 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 اسمع، وش صار على الايرون تيك؟ خلص المهمة؟ خلص المهمة، حلو. وش فايدة الستاف هذه؟ اقدر ارمي فيها سحر وكذا. طيب عندنا الليذر، خلينا نسوي، يبغى تشيست هو صح؟ خلينا نسوي تشيست. احا كرافت 5، استهبل هذا. اوكي الليذر كول هذا اقدر اسوي ب5، عندي انا 5 فخلنا نسوي منه. اوكي كويس، بس لما يسويها راح ابيعها عندي في المحل، الظاهر راح تجيب لي مبلغ قدره. طيب الحين عندي لحم انا من الصيد، دام عندي اللحم موجود خل نكلم الطباخ يطبخ لنا، وخلنا ناخذ سبايدر ليكس بعد. والله عيب كيف ما معي فلوس. تعال 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 تعال، تعال. عندي والله عندي غرض واجد، خذ السبايدر ليك.
144 هذا سعر الستوك، خلينا نقول 350. والله تجيب فلوس يا عيال، والله تجيب فلوس. طيب خلينا نجرب 400. طيب آسف خلاص 380. لا عيا اوكي خلينا نجرب 370. تعال انت. هلو سبايدر ليج كوكت، خذها ب 370. شرا انت تشتري 370 بعد؟ نعتمد 370. صار معي 1000 يا عيال. اسمع روح ذبح لي زياده تكفى، روح ذبح لي 17. يمديني على 17؟ والله يمديني على 17. حلو 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 حلو. تعال تعال زورو، تعال اشتر زورو مصلع امسك. طبعا هذه السبايدر ليج سوينا طبخينا عند الطباخ بالصدفة، يعني ما توقعت انها بتجيب المبلغ صراحة. اوكي بعناها كلها، ما عاد بقى عندنا. خلينا نشوف ايش ممكن نبيع. عندي شيء ابيعه؟ عندي خشب. لا نبيع الخشب. الحجر بواحد، ويب بندل ستيك، هذه سويتها انا بالغلط على اساس اني بحارب فيها، طلع ما لها فايدة. خلينا نبيعها. اوكي رجعنا 1200. حلو. تعال انت شوف عندي انا الليكس هذه، سوي زي واحدة زيادة. انا بس جبت رجل واحدة، معقولة؟ ذبحت سبايدرز اللي تو ذبحت ستة ضاروا عندي الخمسة، اعطاني واحد بس، غريبة. طيب تعال عطنا هذا، يلا سو لنا حقة اللحم دي. خلينا نشوف اذا خوينا جهز ال، احنا ايش طالبين؟ الملابس صح؟ تعال اوه اعطاني ايرون، سوالي افتح لي شيء جديد، دروع ايرون يا عيال. عندك مهمة لي، شكل عنده مهمة. ايوه سبايدر هانت، كل يوم يخليني اصيد سبايدر. تستهبل انت، صفك الحين. اسمع تعال 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 تعال، كم تشترين هذا؟ الليذر كول ب 300 مصلحة، سعره 300 ريال بدون مكسب، يعني لو اقول 610 المفروض يبيع. هذا الليذر، هذا الليذر يا عيال، مو بحديد. 620. تعال يا زورو يا عيال، وش ذا يجيب الفلوس؟ 650. وش ذا القوة يا عيال، وش ذا القوة يا عيال، ترى مصنع بواحد هايد بس. انا مو بعاجبني الاسلحة اللي معي، احس انها ضعيفة ومعي فلوس، حرام اني ما قاعد اشتري. في شيء اقدر ادربه؟ لا لسه باقي شوي نجيب ليفل ان شاء الله. بعد وصل ذا، هلا ابوي. 9 هايد يا اخي، انت رهيب، انت رهيب. راح صيد لي 40 بكم؟ ب 2000. يصيد لي 40 يا حبيبي، استحلى وجهك. تصيد لي 70، يلا يمديك. ولا غاليه؟ اخوي غاليه شوي. روح 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 روح. 67 يا حيال، 67 يا حبيبي. اسمع انت، سوي لي هذا المهمه. اعطني ماكس 4. اوكي يبقى لي واحد نسوي فيه ذا. خل نروح الحين، ابغى افتح المحل، احس اني صدق 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 سحبت عليه. وخلنا نشوف ايش نحتاج عشان نفتح الالكيمست. الالكيمست هو اللي راح ان شاء الله يخلينا نشتري المزرعه. طيب الالكيمست يحتاج التاكس بس، يو والله بس تاكس. تعال ايزي ايزي، ارفع الضريبه بس يوم واحد، نفتح المحل نسدد الضريبه وقضينا. افتح يا وحش. هلا والله، كل شيء عندنا. المحل الظاهر شبه مليان. وزع تيشرتات هنا الناقصه، اقدر احط الاكس هنا ابيعه بعد وانا شاري اصلا، بس لا ما ينفع. تعال هلا والله. ديلر 50، ما ادري وش ذا صراحه. هلا والله، وش تبين؟ ما عندي شيء ابيعه، خلاص ما عندي شيء ابيعه. عندي حليب، تبي حليب؟ انقلع، ما انا معطيك اياه. يا حلو تكفى. مانجمنت انكريزد. كم باقي لي على هذا الالكيمست؟ انلوك، نقدر نفتح الالكيمست يا حبيبي. ما قريت وش الالكيمست؟ وين انت؟ ليفل 2 تاون، هذا الليفل الجاي. توني لاحظ يا عيال ان في موسيقى في اللعبه، ايش فيه؟ طيب ما علينا، خل نروح نشوف يا عيال. اول شيء طباخنا الحلو وش صار عليه؟ انا ايش مسوي؟ ثلاثة مدري ايش اللحم ذا. خل نسوي سبايدر ليج بعد 2. يلا شينا نشوف الالكيمست. انت يا ورع مودك تبيع شيء جديد؟ ك
كل العالم تطورت إلا أنت ورع. هذا الألكيمست. هلا والله. إيش قاعد يسوي ذا؟ شوف الكهرب اللي هنا. يا حبيبي إريك، إيش عندك أنت؟ يا حبيبي يقدر يسوي الملابس بعد؟ يقول أقدر أبيع لك اسمه الحين المزرعة، بس لما لفل زيادة راح أعطيك. أوكي طب خلنا نسوي بوشنات. يحتاج موية وسكاي دارك. وهنا ويب بندل. حلو ويب بندل عندي، ووتر باتل الظاهر أقدر أطلبها. طلبناها إيزي. أوه أقدر أطلب الحين التيشيرت هذا 299، أقدر أشتريه بدل ما أصنعه. يا أخ بس باقي اللحم أقدر أطلبه، يقلع أبو الفلة تصير. ايرون انجل تقدر اشتريه، اقدر اشتري حديد، يعني اقدر اسوي ملابس الحديد كلها. اوكي يبغاني الظاهر اسوي بويزن وهيلث ماجيك. الظاهر مهماتنا ان نسوي البويزن كرافت سبايدر بويزن وكرافت مير بوشن. البوشن ما نقدر نسوي الحين لان في نبته يحتاجها. وينه؟ هذه النبته. ما ادري كيف اجيبها. سكاي دارك. والسبايدر نقدر نسوي بالراحة، عندي أنا سبايدر بندل، بس نحتاج الموية وطلبناها. إيزي. يا حلو، ولسه باقي 11 دقيقة، والله يوم طول، والله يوم طول صدق. اسمع، هذا اللي سوانا؟ سوانا ليذر تشيست وليذر شولدرز. يا حبيبي، أقدر أسوي ملابس هذه بعد، شوف هذا المنطلون بقرش واحد. والخوذة ذي، هذه الخوذة قادحة ودي أسويها. اسمع سوينا خمسة منها. خلينا نجربها يعني نشوف كيف بيعتها. صح 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 تبيع لي أسلحة؟ تقدر تسوي لي أسلحة كويسة؟ أوه باي في سورد ولايت آرمر بألف وثلاثمية. يمديني أشتريه، يمديني والله نشتري الآرمر ذا يا عيال. خلينا نشتري هذا على الأقل تشست بألف وثلاثمية. نحتاج ألفين عشان السيف بعد مرة واحدة. إي صح خلنا نقص التاكس والشولة رافعينه. والثرون خلوه مرتفع، أنا ما الفلوس عندي والله مرة كويسة الحمد لله. عندي 5000 في البنك يعني ما سحبتها حتى، خلها عندك يا ابوي ما احتاجها. اقدر ابيع الاشياء اللي عندي هنا. تعال التشست نبيعها ب 700 شراه. حلو اجي خلينا نحطها في المحل بهالسعر. هذه احنا مصنعينها قبل شوي طبعا. ايش سويت انا؟ لبستها تعطيني قلب زياده وسرعه. اوه توني ادري. لا ما ابغى البسها. ايوه ابغاها هنا في 6. يا وسخين والله نسحب على ابو المحل. صلح يا وحش والله متكسر المحل. تعال هل اقدر اوظف احد؟ الظاهر اقدر اوظف احد صح؟ انا قريت انه يمديني اوظف احد. وهذا الاكل ما حد قاعد ياكله ليش؟ ما حد قاعد يشتريه يا عيال، سعره غالي؟ هلا 320 يلا. كلهم يتغيرون طبعا. يلا ايش بعد عندي؟ ما عاد عندي اغراض للبيع، ما عاد عندي لا. طيب الطباخ انا الظاهر قايل والله اني قاعد اسوي اشياء واجد. اسمع يا حلو ما في احد يشتغل لي تخبره. والله اني ما ادري كيف اسويها صراحه. خلينا نكلم الصياد. لا صح 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 جت المويه. المفروض جت المويه عشان نقدر. يب هذه الحين المفروض نقدر نسوي البويزن. لا البوشن، لا البويزن بويزن نقدر نسوي السم. هذا وعاء الحين قال له يسوي فيه مشروبات. تعال يبيعها عنده 122 يا كلب. 122 يا ورع. ورع انت؟ عطنا بس. سو ماكس. عطنا ماكس. طيب، خلينا نشوف الورود هذه. ودي انظف محله يا اخي. ضاق صدري عليه. يا ورع انت يا اخي غالي الوردة ذي تستهبل. يحتاج فلوس صراحة. ورجوك. ايش فيك يا ميكي موسى؟ ايش في؟ او ام جي ياس شو ما دي. ايوه تكفين اشتريها. لا والله مش شريتها. انت قاعد تكسرين المحل يا كلبه. السلام عليكم. هلا والله. ها جهز طبعا. ما والله جهز. اوكي نبغى الحين نسوي كم مر؟ 5. نحتاج 5 وردات يعني وخمسة مويه. المويه اوكي بطلبها، بس هذه نبتة يا اخي خرب ليسة غالية. 4 5. اوكي بجيب الموية وبرجع اقول يسوي لي البوشن. اوه افتح لي انتاي بوشن. سواها، سوالي مضاد البويزن نفسه. احنا في البداية سوينا سم، بعد الحين سوينا مضاد للسم. طيب عطنا بس المير هذا. سو 5. طيب الانتاي بوزن
بنسوي فيه واحد عشان نشوف فرق السعر بينه وبين البويزن. اوكي جهزوا كلهم، خلصت كل المهمات، اعطاني مهمات جديده. وش المهمه الجديده؟ خلني اسوي 10 هيلث بوشن. اوكي يقول اذا سوينا ال10 بوشن راح اخليك تقدر تطلبها اونلاين. طيب كيف تسوي لي اياها طال عمرك؟ هيلث بوشن يحتاج وايت وايت جو، هذه الظاهر عند الطباخ. وايت جو 10 صح؟ وكم مويه؟ واحد مير بوشن و10 واحد واحد، يحتاج واحد وايت جو واحد مير بوشن. مير بوشن والله غالي، نحتاج نسوي زياده ذي. طيب ابى اجرب شيء يا عيال. الحين انا عندي مهمه نقتل 5 سبايدر، زين؟ لو رسلت الذيبان هذا يروح يقتلهم، هل تزبط ولا لا؟ طيب قبل ما نسويها خلينا نبيع هذه البوشن. شوف الانتي بويزن والبويزن وش الفرق بينهم. انت والله الانتي بويزن اغلى واجد، اقدر ابيعه ب 600 لانه هو سعره 285. اما البويزن العادي سبايدر بويزن 174، يعني ما اقدر ابيعه الا يمكن 300 او خلينا نقول 350. يب وصلت هذه حقتنا. هلا والله جاب لنا 39 روميت 28 والفايت. والله وانا كذبان يا اخي، خشمك يا شيخ. اوه هذه من الطلبات لسه ما جبناها. طيب خل نروح يخليه يجيب لي سبايدر. يحتاج ويب بندل وسبايدر ليك. اوكي اوكي اجل ما لنا الا نسويها بنفسنا. وين الالكيمست؟ ابغاه بكلمه راس، عندي مهمه لازم نخلصها. 5 تعال اعطني البوشن هذا. دنيا وحش 666 والله اشتريه ب 666. تعال انت تشتريه هذا الانتي بويزن مضاد السم. والله يجيب مبلغ. هيلث بوشن اعطاني 10 هيلث بوشن. الحين نصير نقدر نطلبها اونلاين. افتح الاونلاين هذا واقول له عطني الهيلث بوشن 350. والله انا غويلي بس انه ذهبي. والله ظهر ما اقدر استخدمه. كونسوم اف. اوكي انا اصلا دمي فل، ليش شربته ما ادري. الزبده كنت اجرب بس، انا المحل الزبده الحين صار اخر همي، بس عندي اشياء كثير تجيب الفلوس. تعال هيلث بوشن تشتريه بكم؟ 350 يعني ابيعه ب 800 يمكن. تقول محل وما محل. قفل ابوه بعد. يلا انقلع برا. جيب يا حلو 40، يلا اقتل لي 40. روح روح. وانت يا حلو اسمع اصنع لي ها؟ احتاج الليذر شولدرز. سويت 5 ايرون هيلمت جاهزة يا عيال. طيب الليذر تشيست احتاج واحد كذا، بكون ان شاء الله خلصت مهمة الملابس هذه. طيب اعطني الايرون نلبس واحد. هيلمت راح يعطيني 35 قلب. خلينا نشوف القلب فوق، صار 135 قلب. اوه ورنا شكلك ديب. اسمع اسمع سوي بدلة كاملة باي. اقدر اشتري هذا اللايت ارمر بس لا، اقدر اشتري السورد بداله. احس السورد بيطلع شيء قادح. خلني اشتري السورد يا عيال، خلني اشتري السورد. تكفى تكفى. انت شوف نفسي يا اخي، حلو حلو. شوفوا شايل مكنسة وذا يعني ربة منزل وطقاق في نفس الوقت. يعني ما ادري شو طقاق هذه بس الزبده يقلع بالقوه. يقلع بالقوه. اقدر ابدل بينه وبين هذا على طول. ابغى الحين قبل ما نروح عندي انا هذا كم ينباع، اللي هو المتل او اللي هو مدري ايرون هيد الظاهر. كم ينباع الايرون؟ ايرون هيلمت ينباع الظاهر خلينا نقول 500. حلو حلو 500 حلو. فتعال وباع لي ب 500. يا عيال اسمعوا اسمعوا اسمعوا، والله عيب نمشي كذا بدون جلوفز. تعال انا عندي جلوفز هنا صح؟ جبها 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 ورع. شلت اوكي شلت الكورنر كله. اوكي حلو لبسنا الجلوفز، باقي جزمه الله يعزكم. حطينا هذه الملابس. حلو 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 حلو. باقي لنا التشست هذه بعدين نحطها ان شاء الله. ما عندنا مكان الحين. اوه ما علينا صدق نبي نذبح سبايدرز. افتح افتح المحل، حطيت كذا شيء فيه فان شاء الله راح تجيب لنا فلوس. في شيء ثاني احطه؟ نحطه في المحل يعني. عندنا البويزن هذا الانتي بويزن يمدينا نحطه. تعال تعال اتوقع 640 حلو. تعال هذا مكان الخواتم بس انه معليش معليش خواتم ما توكل عيش. عندنا 47 الحمى، والله عندنا واجد.
تعال اطبخ لي هذا اللحم. اوكي بسم الله مشينا. اي صح قبل ما نروح هذا اكيد رجع جاب لنا اغراض. يب جاب لنا وولف هايد وما ادري ايش. اسمع مديك تجمع لي اشياء ثانيه؟ هذا وشو؟ اوكي ما نقدر. هذا برضه ما نقدر. هو بس الاشياء اللي ذبحناها نقدر نرسله يجيبها. عشان كذا خلنا ننطلق الحين نذبح وحوش زياده. في هنا جزيره ثانيه بس ما ابغاها، ابغى المنطقه البنفسجيه هذه شكلها تروع. مشينا. وش ذا الكومبات اقدر الفل فيه؟ تعال تعال يس. والله ما ادري لفلت الزبده وما علينا. هذا بين الجبلين ان شاء الله راح ندخل منطقه مخيفه الزبده الله يستر. شوف شكلها. هلا بوي شو عندكم هنا انتو؟ شوف اذنيهم كيف. ايوه دابر. ار يو ان الف؟ اي والله انك الف. الف شوب وش الكويست؟ يقول ان الالفز هذول عندهم محل بس ما ادري شو المهمه. فيزيت ذا الفن شوب. اوكي هذه مهمتنا ان نشوف الشوب حقهم المحل حقهم. وين ما ادري والله كنا في المدينه هذه هنا يمكن يمين فخلنا نمشي نشوف. اوه وش ذا؟ تعال 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 اعطني هذا حطه هنا. وش ذا؟ سول دروب. ها وحصاه. وش ذا المكان؟ هذه خفيفه ولا ايش اللي تطير؟ والله ما ادري والله ما ادري. عطنا عطنا ذا الشيء بس خلينا نجمع ما ادري وش سالفته. شوفوا كيف تطير. نجرب من بعيد يا عيال. اوه صكيته. ثنتين ما مات. ثلاثة يروح ابليسه. شوفوا دمه كيف. قوي الكلب. تفل علي تفلة تروع. وش الهيلث بوشن اللي ما يزود شيء؟ يلا يزود دمي وع. واسمع اسمع خلينا نجمع ذي بعدين نجرب معاه السيف اول ما يزود دمي. اه قاعد يلاحقني لسه ذيبان. الله يقلعك خلاص فك لي شرك تكفى. والله ما ينقص دمه قوي. انقل 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 انا اسف انا اسف خلاص. هلا والله قاعد يدفن يا حبيبي. اضم الله اجركم. في بورتل هنا ايش فيه؟ يا عيال لعبة المال تفاجئني انا. وش ذا؟ ما اقدر ادخل؟ اوكي. Something is being stolen يا رجال توكل على الله. فاضي لكم انا قاعد اكتشف هنا المحيطات واكتشف البلدان الجديدة. وش بجي معهم بعي مكنسة كذا عشان ما يدرون اني محارب. السلام عليكم. بكنس انا بس. ترابل بوينت. اوه هلا والله. الف فيلج. اوكي. الظاهر احنا اصلا في الالف فيلج، هو يبغى يسافرني للالف فيلج اللي هي مدينة الالفز. صح؟ احنا فيها ولا؟ اصبر اصبر، يعلمني لما دخلت؟ لا ما علمني شيء. السلام عليكم. ما يفتح الباب؟ فيلجر. هلا والله. تبي تشتري؟ ما اقدر ابيع لك. وش المدينة الميتة يا عيال؟ وين المحل حقكم؟ في هنا صندوق بريد. سرقنا بو يا عيال. ايش؟ من الصندوق؟ اي والله. ايش الزرفه ذي؟ في مهمة جوا هنا. هذا هو هذا المحل حقهم. نعم ابليسك وش تبيع انت؟ وش سنارة؟ اي والله سنارة. وش ذا؟ اسمع عندك شيء يقتل خفيفش حقتكم والله قوية. ويقلع ابليس وش السيف؟ اوه شوف يقول ارسل ايتماتك لفايولوت فالي، الظاهر هذه المنطقة اسمها فايولوت فالي، وراح اعطيك خمس ايتمات تبيعها في محلك، والايتمات هذه راح تجذب الالفز اللي هم نفس الشكلية هذه يجونك. اوه شوفوا هذه المهمة يقول لك الف الف ديليفري بوت. يقول لك راح يكون في الف هيلبر عند المانجمنت هاوس الظاهر عندي في البيت. لازم اعبيه لمده يوميا لاكثر من يوم ورا بعض فيصير يرسل الايتمات الى المدينه هذه، يعني زي اللي ابيع لهم او ارسل لهم متطلبات. راح يكافئوني 5000 وراح يفتح لي خمس ايتمات. اها طب اكسبت. طبعا هذه الزرقاء مهمه، اوكي؟
يبغاني اذبح ذول الحيوانات الطير والله ما في امل اقوياء. شوفوا ما اقدر اشتري اي شيء من هنا يا عيال، عشان ايش؟ عشان لسه ما سويت المهمه حقتها. عيال تقعون اقدر اصد من هنا. اسمع اسمع خلينا نجرب هذا البول الجديد. تعال وينك فيه؟ وينك؟ تعال مايستر. اوكي سقعته 30 تنقص، والله تنقص واجد بس صعب اقتله. تدرون اسمع اسمع خلينا ناخذ مهمه يمديني اقتلهم، يمديني اقتلهم، خلينا ناخذ مهمه حقته. اوكي هي مهمتين، مهمه نذبح الخفافيش هذه، وينها؟ هذه سيربنتس، وفي مهمه ويرد تشيست هاف اتاكت بيبل، صناديق يذبحون البشر. غريبة دي الصناديق. الزبدة لازم نذبح 8 8. الصناديق اللي الحين ما شفناهم، شفنا هذول السيربنتس اللي هم زي الخفافيش. ان شاء الله ايزي. وينك يا ولد؟ تعال نكمل عليك. يتأفر الكلب والله يا قوي، صعب يموت يا عيال. يا عيال انتم متخيلين الطقة اللي طقني اياها هذا وانا لابس الدروع ودمي 135؟ يخرب بليسه قوي، ذبحته بس يخرب بليسه قوي. اعطاني لحم ومشروم. تعال تعال لازم لازم اذبح واحد ثاني. تعال ايوه ذبحناه. هلا والله. الى الحين ما يعطاني الا مشروم ولحم، ما ادري توقعت يعطيني شيء غير صراحه. خلاص اوكي خلينا نشوف الحين الصناديق، خلينا نشوف صناديق وينهم. في قدام هنا وفي يمين. اوه والله مليان منطقي صناديق. تعال خروح خروح لهذا. تعال هذا راح يرفع لي الهيلث 10%. اوكي وهذا راح يرفع لي ستامينا. حلو. امه صندوق. اي والله صندوق صدقي. هو ما يدري اني قاعد اطقه ولا شو السالفه ما ادري، بس انا الحين ما قاعد يلحقني يعني وقاعد يبلع دمج، هذا اهم شيء. يا اخوي تعال. اوه طق اثنينهم. في واحد منهم اختفى الله يقلعه. اثنينهم اختفوا الله يقلعهم. كل ده دمج على الفاضي. العم بيشرب دمه كثير، هذول دمج اكثر من السيربنت. لا تكفى لا تختفي تكفى. وش فكرتي انا؟ بدمجهم الحين بس شوي، بقتل كم واحد يمكن اثنين، بعدين بخلي الهانتر مات مات. ايه بعدين بخلي الهانتر هو اللي يقتلهم بدالي. اوكي يلا ودع يا كلب. شطيتني، اعطاني مشروم بس. ايش في يستهبل ذا؟ اوه صندوق. اوه اوكي هذا اللي ياكل الله يقلع. انقرع انقرع. طيب خلاص خلصنا المنطقه ذي، خلينا نرجع نشوف شلون نقدر نخلي هذاك يقتلهم. يا حلو اسمع، تكفى تصيد لي هذوليك الكلاب، قسم الله انهم اقوياء. يحتاج هذا الاثنين هذول، ما ادري وين يجيبهم. كريبي تانك وتشيب توث. اوكي هذا نقدر، الخفاش نقدر. هانت كم باقي لنا؟ باقي لنا 6. الواحد يكلفني 400. طب اسمع بنخليه نرسل يقتل واحد بس. ايوه كان زاد لي في المهمه يعني حسب لي كاني انا اللي قتلته، برسله يقتلهم كلهم. هاي صندوق وينه حق الالفز اللي نرسل فيه للمهمه؟ وينه؟ مانجمنت يقول عند المانجمنت. كيف الفلوس اللي عندي؟ 17000. 17000 يا عيال. كياس اللي ورا كانت فلوسي. المانجمنت شوب مانجمنت هذا هو. اوه ينفع كذا، هو اساسا كذا بحطه هذا احلى. وها الجدران. اوه تعال احطه بنفسجيه، خلينا نجرب بنفسجيه. اوكي شرينا، شوف الازرق وبنفسجي ديم صار حلو. كره صار ضيق يا عيال صح؟ صار ضيق مع ذا الجدران، تو كان وسيع. شو صار؟ وجع. طيب ما علينا، انا ابغى ذا الصندوق اللي ارسل فيه اغراض. روح صيد لي هذا. تكفى واحد بس، واحد يكفيني. اوكي 50 ثانية ويرجع. خلينا ندور صناديق بريد دام اعطونا بو، يمكن اعطونا شيء ثاني. والله قريتي فقيرة ما فيها ولا صندوق بريد الظاهر. اسمع انت يا الكيمست، تقدر تصنع لي شيء عقب ما ذبحت ذوليك؟ لسه ما افتح لي شيء جديد. طيب اقدر اشتري؟ نو نو. اوكي انقلع. هلا والله جاي يا عيال.
جاب لي اثنين مشروم واثنين سيربنت ميت، والمهمة ما زادت، لازم أنا أذبحهم بنفسي. أجل حسافة والله. المشكلة المشروم ما أقدر أستفيد منهم ذي الأشياء، يعني ما الحين ما لهم فايدة حاليا. إذا ألكمست ما أقدر أسوي فيها شيء، والطباخ ما أقدر يطبخ لي فيها. يعني في كثيرين يقولون تو بحثت عن الموضوع إنهم ما يجون لين توصل التاون ليفل 3. حين لسه الحين نبغى نوصل ليفل 2. اوكي موضوع مطول شكله. على ما راح نوقف هنا، شاكم سبتعتم، ناس اشتركوا في القناة، حط لايككم مقطع. سلام.